دكتورة جيهان، يا سيادة النائبة ازيك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. عاملة ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. ربنا يخليك. نجلاء عاملة ايه؟ نتسلم على حضرتك كتير ربنا يكرمك، وبتدعي لك بالتوفيق. ربنا يعزك ويعزها يا رب. الله نجلاء يخليك. البيومي زميلتنا المذيعة في التلفزيون المصري وصديقتي وأختي العزيزة. شرف يا دكتورة فندم. جيهان، انتوا حضرتك عضو لجنة التعليم في مجلس النواب. الشكاوى اللي جت من ذوي الطلاب الذين اخفقوا في الثانويه العامه والمنظومه كلها، انتوا ناويين تعملوا ايه؟ تردوا على الناس ازاي؟ يعني انت شايفه الشكاوى دي ازاي؟ انا حقيقي شايفه ان الشكاوى مبالغ فيها شويه، يعني لازم، مش عارفه ليه الناس ناسيه الظروف اللي تعرضت ليها العالم كله، مش مصر بس، ظروف جائحه كورونا. يعني بقالنا سنتين اتنين والطلبه قاعدين في البيوت، وجهد كبير حقيقي انا ما اقدرش انكره من معالي وزير التربيه والتعليم، عمل منصات الكترونيه وان هو بيحاول بيسعى ان هو يوصل المعلومه للطالب. انا عندي سؤال لولي الامر، لو احنا من سنتين قلت لك اقعد ابنك في سنه اولى ثانوي مثلا، هقعدك سنتين ولما تخلص الجائحه خالص يبقى تعالى تاني دخله اولى ثانوي، هل ولي الامر يرتضي بذلك ان سنتين عامين دراسيين من عمر الطالب يقعد في البيت، ولا كان مفروض على الاسره الجهد الاكبر ان هي فعلا تتعاون او تتابع دراسه ابنها؟ بس 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 يا دكتوره جان، ما حصلش في اي بلد في العالم حكايه ان الناس قعدت تعيد السنه او ما تتنقلش لسنه اخرى بسبب كورونا، يعني ما شفتهاش. ما احنا ما عملناش كده، واحنا برضو مشينا مع ومعالي الوزير مشي جاهدا في موضوع الدراسه عن طريق الاونلاين. بالظبط. وكان ونقطه انا دايما بحسبها لمعالي الوزير، ان هو لو ما كانش بدا ان هو وزع التابلت، تخيل حضرتك واحنا في اولى ثانوي، وكان برضو هو لقى هجوم حاد على موضوع التابلت في اولى ثانوي. صحيح صحيح. وكان في اراء ان انت لا، ده انت كان المفروض تبتدي بالمرحله الاساسيه. نعم. طيب انا دلوقتي لو ما كانش الطالب ده التابلت معاه في بيته معايا في الفتره دي، هو صحيح الازمه عرضت لضغط، ضعف البنيه الاساسيه وان احنا لازم نقعد في البيت، وناس كتيره كانت بتعاني من الانترنت، بس يعني ما هي ظروف على العالم كله. نعم. وكان لازم احنا نتحمل هذه الظروف ونسعى. بالاضافه الى ما تكون نسبه النجاح 75%، دي نسبه مش قليله. كويس. صحيح. الإجمالي العام نسبة 75%، بالإضافة إلى أن معالي وزير التعليم العالي قال يا جماعة مع انخفاض النسب مفيش قلق، إحنا بنوفر برضو بنحدد تنسيق الجامعات على حسب المجموع اللي جالنا من الثانوية العامة. يبقى إذن المنظومة بتتكامل، والمنظومة ما بين التربية والتعليم والتعليم العالي بيسعوا دايما. أنا بستوعب، أنا بقول أنا عندي كلية بتاخد 1000 طالب، أنا برضو هاخد ال 1000 طالب، بس هاخدهم وفقا للمجموع اللي موجود سنة دي. لو من قبل كده كان بتاخد الكلية دي 80% ولقيت إن أقصى نسبة ليا 70% لل 1000 طالب، أحدد إن الكلية تاخد 70%. صحيح. يبقى ليه القلق والذعر الزائد؟ معلش أنا شايفة إن هو مع احترامي لكل الأسر المصرية، لكن ظاهرة التظاهر اللي بتحصل حاليا مرفوضة تماما. احنا حاليا مبدأ دولة قانون بيحكمها قوانين. تمام. بيطالبوا من الوزير ان المادتين لا، ده احنا نعيد السنة. طب ما هو لا يملك اتخاذ القرار ده. طيب حضرتك قلتي جملة مهمة جدا، الذعر. انا اليس الذعر ده ورد الفعل ربما يكون فعلا مبالغ فيه وكذا، لكن هو واقع حاصل. الا يعني يجعلكم هذا في لجنة التعليم ان انتوا يعني انا نفسي تبقى سنة عادية، بل انه ده مش موجود في اي مكان في العالم. يعني والدكتور طارق دايما حتى قال معايا الكلام ده، قال ان احنا بنستفيد من تجارب الدول الاخرى. الذعر من الثانوية العامة مش موجود في اي بلد حتى عربي، يعني مش عالمي. الا يستدعي هذا انه لجنة التعليم تعيد النظر في مفهوم الثانوية العامة واستراتيجية الثانوية العامة، خصوصا انه التعليم العالي انتهى رونقه واهميته في العالم كله. المستقبل دلوقتي انه الاساسيات ثم التعليم المهني اللي هو بيفيد العمل، بيفيد المجتمع. يعني اليس من الان ان احنا محتاجين اعاده وعي، ثوره في وعي الاسره المصريه حول ذعر الثانويه العامه واهميه الثانويه العامه؟ يعني اعتقد الان وجب على حضراتكم هو طرح هذا السؤال الان وليس غدا. حضرتك احنا
احنا فعلا متابعين العمليه التعليميه وشايفين احتياجات سوق العمل عايزه ايه، بالتالي تم التوفير او الموافقه على انشاء العديد من الجامعات الاهليه او الجامعات التكنولوجيه، ولكن الزهري دوت قد يكون عادات متوارثه او ثقافه مجتمع. ما احنا عايزين نخلص منه يا سياده النائبه، يعني هتخلص هتخلص حضرتك بس بالتدريج. التغير او الجمهوريه الجديده اللي احنا عايشينها حاليا بيحصل فيها بس التعامل مع البشر بسهوله، يعني فاهم؟ يعني بيحصل اكيد هيحصل تحول تدريجي لما يجي طالب معاه خريج كليه تكنولوجيه او دارس مهنه كويسه ويلاقي فرصه عمل سريعه، اكيد هيفضل هيبقى افضل من ان هو يبقى واقف في طابور من الخريجين من كليات قمه كتيره ومش لاقي له فرصه عمل. الوزاره عندنا كمان عملت كليات ذات تخصصات مطلوبه في سوق العمل، ده في ذكاء صناعي فيه وفي اكتر من تخصص مطروح حاليا واحنا متابعينه ومتابعين ازاي فعلا. والمعلوماتيه يعني في جامعه كامله اسمها، يعني ده برضو جديد بالنسبه للتعليم في مصر الحقيقه، والملكيه الفكريه في حاجات في تخصصات، بس للاسف يا ريت يا ريت انا بدي رساله لكل ام ولكل اب ان هم فعلا يتعاونوا معانا شويه. يعرفوا احنا دايما بننزل الاخبار او بينزل على صفحات التواصل الالكتروني ما هو التخصصات المطلوبه في سوق العمل، فان هم ما يحصروش نفسهم لسه في بوتقه الطب والهندسه وكليات القمه، وان انا ابني لو ما دخلش الطب يبقى انا في الحاله دي ما حققتش مش هيحقق هدفه. ودايما نقول المستقبل بيد الله ومحدش عارف، دايما كل واحد رزقه ونصيبه ايه، فدايما اقول يا جماعه مش معنى ان انا ابني ما دخلش كليه الطب او كليه الهندسه يبقى ده مش هيبقى راجل ناجح في المجتمع، بالعكس هيبقى راجل وهيبقى راجل يقدر يدافع يعني ينهض بمجتمعنا، لان احنا محتاجين تخصصات كتيره قوي. صحيح. يا جماعه في تخصصات وفي الجامعات الخاصه وفي الجامعات التكنولوجيه وفي الجامعات الاهليه في تخصصات مطلوبه حاليا بسوق العمل. اتعب نفسك شويه حضرتك وساعد ابنك بان انت تعرف التخصصات وتعرف ايه هو المناسب، والجامعات تساعده برضو، ما انا لازم برضو يعني الجهات الاخرى تساعده، يعني انا بقول الاثنين، وحتة القدرات الخاصة تخش في الموضوع وحتة الانترفيو، يعني صح كده؟ يعني انا على ايامي اعلام كان بتاخد من اعلى المجاميع فوق 90% ودخلت اعلام بهذا، انما بعد كده في جامعات بتاخد بالقدرات يعني ممكن يبقى جاب 60% 30% مش بتاخد الثانوية عامة كرقم مطلق، لكن بالزبط. لا ده بتحسبها على انها نسبة 70% وبتدي 30% للقدرات بالزبط. عشان تتأكد من ان احنا محتاجين في بلدنا خريج محتاجين عمالة كويسة، محتاجين خريج فعلا احنا محتاجينه في سوق العمل، محتاج سوق العمل متعطش ومحتاج كتير قوي من صحيح. شباب على مهارات مختلفة. صحيح. يعني احنا دلوقتي في توسع وفي كل محافظة، بقول يا جماعة كل محافظة ليها كيانها وليها ما تطلباتها التعليمية والمهنية، صح؟ وتم فتح عديد من الجامعات الأهلية اللي صحيح. فيها برامج متميزة ومميزة بتخدم سوق العمل في المحافظة، بدل ما أنا ابني صحيح. يتخرج من المحافظة ويحب إن هو يسيبني ويسافر في أي محافظة تانية أو يهاجر أو يسافر صحيح. أي بلد، لا ده أنا هطلعه محتاجينه في المحافظة دي وهيقدر وهو موجود في مكانه، بالعكس هيبقى صحيح. المجال متسع ليه. صحيح. بشكرك سيادة النائبة وأتمنى تجيلنا الاستوديو بقى إن شاء الله. شكرا. أشكرك النائبة المحترمة دكتورة جيهان بيوم.